بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل الآن إن شاء الله في هذه المحاضرة الجينرال اللي تابعة لإنتيروبكتيريوس الفاميلي. إحنا انتهينا في المحاضرة السابقة عند البروتياس، اليوم هنتكلم عن مجموعة من الجينرال اللي تابعة لإنتيروبكتيريوس. في عنا البوفيدنسيا، البوفيدنسيا منهم ثلاثة لها أهمية طبية، لهم أهمية طبية اللي هم البوفيدنسيا ريتجيري، بوفيدنسيا الكاليفاسينز، وبوفيدنسيا ستيوارتي. وآل آر ممبرز أوف نورمال انتستينال فلورا، كلهم هم من ضمن النورمال انتستينال فلورا. وهذه يعني رسمة بتوضح الأجزاء التركيبية للبوفيدنسيا بكتيريا، يعني هذه الأشياء معروفة عندكم أصبحتم تعرفوها كويس. الـ disease with pathogenesis and antibiotic sensitivity للبوفيدنسيا، بيقول لي هنا all cause urinary tract infection and occasionally other infections, all are often resistant to antimicrobial therapy. وهذا بيميز البوفيدنسيا، انه بنلاحظ لما بنزرعها بنلاقي انه البوفيدنسيا هي مقاومة للائحة طويلة من الانتيبيوتكس، وهذا طبعا شيء مش كويس خالص. بنلاحظ في الصورة عندي هنا ثلاث أطباق من البروفيدنسيا الريتجيري، والأطباق هذه محطوط عليها أقراص أنتيبيوتكس مختلفة. لاحظ الكم الكبير من الريزيستنس ضد الأنتيبيوتكس المختلفة الموجودة عندي، حتى لو الزون أوف إنهيبيشن الضيقة اللي في الصورة هنا أو اللي هنا، هتلاحظوا إنه يعني عندنا لما نقارنها بالرينج للريزيست والإنترميديت والسسبتبل، غالبا بيكون هذا الزون يعني يعتبر ريزيست، وبالتالي الاكثر الانتيبيوتكس اللي هنا موجوده عندي هي انتيبيوتكس بتكون لها البوفيدنسيا ريتجيري مقاومه لها. بالنسبه للايزوليشن عادي احنا بنفصلها على بلاد وماكونكي، وبالنسبه للاكسيديز تيست طبعا نيجاتيف لانها بتيجي بكتيريسي، واللاكتوز فيرمنتر نان لاكتوز فيرمنتر، واليوريز تيست بوزيتيف، والانفيك بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. هذه الاشياء يعني اصبحتوا انتم تعرفوها. نيجي للجينس اللي بعديه اللي هو سيترو باكتر، ذا موست امبورتنت منها سيترو باكتر فرونتي، والسيترو باكتر برضه بتعمل يورين تراكت انفكشن اند سيبسيس بالنسبه للباثوجينيسيتي تبعتها. وبالنسبه للايزوليشن برضه على بلاد اجار وماكونكي، على ما كنت هي لاكتوز فيرمنتر، خلاص ما دام يعني احنا قلنا لاكتوز فيرمنتر يبقى هي بتظهر على بينك كولونيز. على تريبل شر تريبل شوجر ايرون اجار اي على اي، عشان احنا عارفين ايش يعني اي على اي، لانه هي لاكتوز فيرمنتر، وبالتالي على السطح حيكون لون اصفر، وعلى البوتوم في قاع الانبوبه حيكون لون اصفر لانه هي لاكتوز فيرمنتر. اكسيديز تيست نيجاتيف طبعا، واليوريز تيست نيجاتيف، والانفيك النتيجه اللي امامنا موجوده. بالنسبه للشيجيلا الجينس اللي بعديها، الناتشرال هابيتات للشيجيلا هي محصوره فقط في الانتستين تراكت للهيومن، فقط هي موجوده في الانتستين تراكت للهيومن، وهي طبعا السبب المباشر للباسيلاري ديزنتري. الباسيلاري ديزنتري هي المسبب الاساسي لهذا الديزنتري. الشيجيلا في عندنا كثير من السبيشيز لكن لهم اهميه طبيه، هم اربعه: شيجيلا ديزنتري، وشيجيلا فليكسنيري، وشيجيلا بويدي، وشيجيلا سوناي. هذول لهم اهميه طبيه اللي هم يستطيعوا عمل او تسبب في باسيلاري ديزنتري. طيب بالنسبه للشكل، هي سلندر جرام نيجاتيف رودز زي ما احنا شايفين هنا في صوره الميكروسكوب الالكتروني. وفي الكالتشر اللي هي اليان كالتشر الحديثه بيكون كوكو باسيلاري فورم، والشيجيلا ار فاكلتيف ان ايروبيك بات جرو بيست في الظروف الهوائيه. الشكل الكونكس بيكون كونفكس عامل زي القبه، سيركولار ترانسبيرنت كونكس شفافه، ويذ انتاكت ايدجز يعني حواف ملتئمه ومنظمه، وديامتر تقريبا حوالي 2 ملم الديامتر بعد 24 ساعة نمو على صحون الزراعة. بالنسبة للجروث كاركترستكس،
قال لي انه هم جميعهم دو نوت فيرمنت لاكتوز باستثناء الشيجيلا سوني، فهي مبدئيا الشيجيلا هي نون لاكتوز فيرمنتر، لكن يعني استثناء اللي هو الشيجيلا سوناي. طيب الشيجيلا فورم اسيد فورم كربوهيدرات بات ريرلي بروديوس جاز. احنا بنعرف انه الفيرمنتيشن للكربوهيدرات بينتج عنه احماض عضويه واحيانا بينتج عنه جازز، لكن في حاله الشيجيلا هي بتعمل تخمر للكربوهيدرات بس مش اللاكتوز، اذا في حاله ما يكونوش هم شيجيلا صناعي وما فيش انتاج للغازات. They may divide into those that ferment mannitol. هذا الجدول بيميز الاربع سبيشيز من الشيجيلا بناء على المانيتول فيرمنتيشن. بنلاحظ انه الثلاثه اللي موجودين امامي هم بوزيتيف، والنيجاتيف الوحيد اللي هو الشيجيلا ديزنتري. ما يميزهم ايضا اللي هو اورنيثين بيكربوكسيليز. الاورنيثين ديكربوكسيليز ايضا من ضمن الفحوصات اللي بتميز الفور سبيشيز من الشيجيلا، وزي ما انتم شايفين هيكون عندي السبيشيز الثلاثه الاولى هي نيجاتيف بالنسبه للاورنيثين ديكربوكسيليز، اما الصناي فهي بوزيتيف. فلو فكرنا يعني نفرق ما بينهم هنلاقي انه الفحصين هذولا مع فحص الفيرمنت اللاكتوز فيرمنتيشن بيميز لي ما بين الاربعه سبيشيز اللي موجودين امامي. فهذه فحوصات يعني مهمه للتمييز ما بين السبيشيز للشيجيلا. بالنسبه للانتيجينيك ستراكشر بيقول لي الشيجيلا هاف كومبلكس انتيجينيك باترن، في عندها مجموعه معقده من الانتيجينات، في ابرزها اللي هو الاو انتيجين، واحنا ذكرنا الاو انتيجين هو سوماتيك انتيجين وبتكون من لايبوبولي ساكرايد، وفي منه من الاو انتيجين يعني 40 سيرو تايب. طبعا هذا الكلام بيعتمد عليه ايش؟ بيعتمد عليه كلاسيفيكيشن للشيجيلا معتمدا على البايوكيميكال رياكشنز والانتيجينيك كاركترستكس. فهذا الانتيجينيك كاركترستكس بالنسبه للبايوكيميكال رياكشنز او الكاركترستكس اللي هي الفيرمنتيشنز والاورنيثين وما الى ذلك. الباثوجينيسيتي وتبعت الشيجيلا بيقول لي انه هنا غالبا بالغالب انه الاصابه والضرر يحدث في الجاستروانتستينال تراك للانسان، والشيجيلا نادرا ما تسبب اي امراض خارج الجاستروانتستينال تراك للانسان. طيب بيقول لي الشيجيلا ار هايلي كوميونيكابل، ذا انفكتيف دوز از 10 ل 200 اورجانيزمز. طبعا احنا حكينا ايش الانفكتيف دوز، يعني الانفكتيف دوز اللي هما العدد اللي ممكن اذا وصل الى امعاء الانسان او دخل جسم الانسان اذا يعني في بكتيريا غير الشيجيلا، هذا العدد كافي لاحداث المرض، اقل منه لا يكفي. بالنسبه للشيجيلا 10 الى 200 كافي لاحداث المرض لدى الانسان، والدخول بالنسبه للشيجيلا هي من خلال الاورال فيكال روت، يعني الاصابه بطعام وشراب ملوث ببقايا بواز ادمي. الاسينشال باثوجينيك بروسيس از انفيجن اوف ميكوزا ابيثيليال سيلز. الاساس في عمليه الاصابه بالشيجيلا هو انه الميكروبات الشيجيلا بتكون بتهاجم الميكوزا ابيثيليال سيلز. الميكوزا ابيثيليال سيلز هذه الخلايا اللي هي مبطنه للجدار الداخلي للامعاء، وهي تفرز الميوكس لاير عشان تحافظ على الامعاء من العصارات الهاضمه اللي موجوده في هذا التجويف. الخلايا الشريشه كولاي البكتيريه بتقوم بتهاجم هذه الخلايا الميوكوزا ابيثيليال سيلز، وهي بتدخل الى داخل الخليه وبتعمل مالتيبليكيشن في السيتوبلازم، ثم تنتقل من خلية إلى أخرى مجاورة إلها إلى أن تسبب عدوى كبيرة جدا في الأمعاء عند الإنسان. طيب القولون هو المكان الأساسي اللي بتتوجه له البكتيريا الشيجيلا، وفي القولون طبعا موجود الميكوزا الإبيثيليال سيلز، وإحنا في الرسمة هذه موجود عندنا الترانسفيرس كولون الآن هذا، وهذا اللي هو ديسندينج كولون، والمنطقه هذه السيجمويد كولون، وهنا المستقيم. المنطقه هذه هي المنطقه اللي بتترعرع فيها البكتيريا الشيجيلا، والمنطقه اللي هي ما بين الريكتم
مستقيم، وما بين السيجمويد كولون بتكون هذه المنطقة الفاصلة ما بينهم هي أكثر منطقة عرضة للإصابة القوية، وهي المنطقة اللي بتتم فيها الباسيلاري ديزنتري انفكشن الحادة، ومنها بيخرج الدم والمخاط مع البراز في حالة الإصابة الشديدة التي لم تتعالج. طيب بقول لي هنا الانفكشن از انيشيتد باي انجستشن اوف شيجيلا، طبعا الإصابة بتكون التهام الشيجيلا بوصفة طعام أو شراب ملوث. والايرلي سيمتومز الأعراض الأولية بتبدأ بدياريه، والدياريه طبعا اللي بيسببها انتيروتوكسينز او سايتوتوكسينز، التيروتوكسينز او سايتوتوكسين نتيجه الاصابه بهذا الميكروب. بيقول لي مي اوكير از اورجانيزم باس ثرو ذا انتستينال سمول انتستاين، في السمول انتستاين بدايه. طيب والهال مارك اوف شيجيلوزيس ار بكتيريال انفيجن، الهال مارك الاصابه القويه واللي بتعمل مشكله حقيقيه هي اصابه الكولونيك ايبيثيليوم اند انفلاماتوري كولايتس، المنطقه الايبيثيليوم للكولون واللي هو الانفلاماتوري كولايتس الالتهاب الالتهابات الناتجه عن الاصابه الخلويه للكولون. طيب there are interdependent processes amplified by local release of cytokines، في عندنا نتيجة الإصابة بيطلع عندنا release من السيتوكاينز من الخلايا المصابة، بالإضافة إلى العديد من المواد الانفلاماتوري elements اللي هي اللي تنتج نتيجة رد فعل المناعي من جهاز المناعة، هذا كله بيتم استدعائهم هذه المواد إلى المنطقة الإصابة مع وجود السيتوكاينز. الرد الفعل المناعي هذا يزيد من اللي هو حدة الإصابة وحدة الأعراض اللي تظهر نتيجة هذه الإصابة. طيب الكولايتس ان ذا ريكتو سيجمويد ميوكوزا، ريكتو سيجمويد ميوكوزا اللي هي المنطقة الفاصلة أو اللي هي الوصلة ما بين الريكتم وما بين السيجمويد، المنطقة اللي هنا هذه الإصابة هي اللي بتكون الإصابة الحادة فيها، والباسيلاري ديزنتري بتكون هي اللي بتركز فيها، بيصير عندنا مال ابزوربشن اللي هو سوء امتصاص ريزلت ان كاركترستيك ساين اوف كاسيلاري سنتري اللي هو سكانتي انفورمد ستول اللي هو الووتر ستول، وطبعا خروج دم ومخاط مع البراز نتيجه الاصابه الباسيلاري سنتري. طيب الرسمه هذه بتوضح لي انه هذه طبعا للمعده مش للامعاء، لكن الصور بتكون في الامعاء شبيهه الى درجه كبيره بصوره الامعاء. هذه المنظر امامي اللي هو ميوكوزا الابيثيليال سيلز مبطنه للامعاء طبعا سليمه وما فيش فيها حاجه، وعندما تتعرض الى بكتيريا الاتش بلوري بنلاحظ انه في مناطق بيصير فيها ألسريشن تقرحات نتيجه اصابه الميوكوزا الابيثيليال سيلز بهذه البكتيريا، فالتقرحات اللي بتظهر على الغشاء المبطن والخلايا الابيثيليال سيلز المبطنه لجدار الامعاء او المعده بتصير معنا المنظر بالطريقه هذه اللي هو بيظهر منطقه تقرحات بيضاء على الجدار المبطن للمعده او الامعاء، وهذا يعني حبينا بس نفرجيكم انه كيف منظر التقرحات بيكون موجود. طبعا هذا لسه بتكون الاصابه اوليه وما دخلتش في البليدنج ونزول المخاط مع الافرازات نتيجه التحتك الجدار الميوكوزال ميمبرين لهذه المناطق. هذا بالنسبه للرسم هنا للتوضيح. بعد كده احنا بنتكلم عن التوكسينز، الشيشه كلها بتفرز العديد من التوكسينز، اشهرها في عندنا شيجيلا انتيروتوكسين 1 وشيجيلا انتيروتوكسين 2، وانعرفوا معروفين هذول بشكل جيد، وبالاضافه كمان انهم معروفين الجينات ومواقع الجينات اللي هي مسؤوله عن انتاج التوكسينز اللي امامي هذول. الشيجيلا انتيروتوكسين 1 هذا الجينات تبعته او الجين تبعه موجود في الكروموزوم، اما الشيجيلا انتيروتوكسين 2 فهو موجود على البلازميد. طيب الشاجيلا انتيروتوكسين 1 بيقول لي هنا is neutralized by convalescent sera from volunteers challenged with شاجيلا فليكسنيري 2A. الان يعني هذا الكلام ايش معناته قبل ما نستكمل الجمله؟ ايش معنات انه الشاجيلا انتيروتوكسين 1 is neutralized by convalescent sera؟
طيب لما انا بيكون في عندي ماده سامه او توكسين مفرز من بكتيريا، والتوكسين هذا موجود في الدم، اذا كان الجسم الانسان تعرض قبل هيك لهذا التوكسين وانتج انتي بوديز ضده مخصصه سبيسيفيك له، ستقوم الانتي بوديز او السبيسيفيك انتي بوديز ضد التوكسين هذا بالارتباط على التوكسين وتعطيل نشاطه. في حالة ارتباط الانتي بوديز على اللي هي سبيسيفيك انتي بوديز ضد الشيجيلا انتيروتوكسين على التوكسين هذا، الانتي بوديز ستقوم بتعطيل نشاط الانتيروتوكسين اللي هو اللي موجود امامي. وبالتالي في الحالة هذه انا بقول انه الانتيروتوكسين هذا او التوكسين از نيوترلايزد. نيوترلايزد يعني تم تحييده بحيث انه اصبح غير فعال. ليش؟ لانه ارتبط عليه الانتي بودي المخصص له. من وين اجى الانتي بودي؟ اجى من اصابه سابقه، من اصابه سابقه ل وتعرض سابق لهذا التوكسين، او انه هو نفس التوكسين او نفس الاصابه والجسم صار في رد مناعي وكانت في الفرصه للجسم انه ينتج انتي بودي ويهاجم ويحارب ويعمل نيوتراليزيشن للتوكسين هنا. طيب الان هم ايش سووا؟ جابوا فولنتيرز متطوعين وتمت اصابتهم بالشيجيلا فليكسنيري 2A. طبعا الشيجيلا فليكسنيري 2A هذه ميوتيتد وما بتعملش يعني اعراض مرضيه. الان وجدوا انه الفولنتيرز هذول اللي تم حقنهم بهذه الميكروبات اللي هي غير مسبب الامراض ولكنها تابعه للشيجيلا، ظهر عندهم انتي بوديز واستطاعت الانتي بوديز في دمهم انه هو يعمل نيوتراليزيشن للشيجيلا انتيروتوكسين 1. طيب هذا الكلام ايش معناته؟ هذا الكلام بيقول لي انه استدل على انه suggesting that this toxic moiety is expressed by Shigella growing in the brain. هذا معناته الكلام انه الشيجيلا اللي بتنمو في امعاء الانسان هي تفرز هذا التوكسين ويشعر فيه الجسم مناعيا ويطلع ضده انتي بوديز. الدليل على ذلك انه هم لما انحقنوا بالشيجيلا فليكسنيري طلع انتي بودي. طب والانتي بودي ضد مين؟ لما انحطوا الشيجيلا تيروتوكسين 1 عمل نيوتراليزيشن له، معناته الانتي بوديز اللي طلعت عند الناس اللي عندهم شيجيلا انفكشن معناته طلع انتي بودي سبيسيفيك. الانتي بودي السبيسيفيك طلع نتيجه وجود التوكسين حتى لو كان معطل من هذه البكتيريا. طبعا الانتي بوديز اللي طلعت من نتيجه هذه التجربه ما كانش التوكسين فعال لانه هي الشيجيلا فليكسنيري كانت ميوتيتد، لانه احنا مش معقول احنا نحكي الناس في التجربه ببكتيريا ممرضه، فلازم يكون. لكن المويتي اللي هو اللب الاستراكشر اللي هو الفعال لا زال شغال، وبالتالي جهاز المناعه ما بتفرقش معاه انه هل التوكسين هو ممرض ولا مش ممرض، هو بعتبره ماده بروتينيه غريبه وبصير لها رد فعل، فمش مشكله يعني. بالنسبه للشيجيلا انتيروتوكسين 2 انتاجه بيكون اوسع بكثير من الشيجيلا انتيروتوكسين 1، والاربع سبيشيز اللي احنا حكينا عنهم هم بينتجوه بشكل واسع. These enterotoxins may elicit diarrheal prodrome that often precedes bacillary dysentery. الشيجيلا انتيروتوكسين هو المسؤول على اللي هو اعراض الاوليه اللي حكينا عليها اللي هي استسهال قبل عمليه الباسيلاري ديزنتري ما تبدا، يبقى في عندنا اعراض اوليه اللي هو الاسهال. اثنين، اذا لم يتم التعالج والتدخل الطبي وتطورت الحاله حتكون في عندنا باسيلاري ديزنتري، طبعا شيء اكيد هذا. الشيجيلا ديزنتري سيروتايب 1 اكسبريس شيجا توكسين، في عندنا الشيجا توكسين ايضا من ضمن التوكسينز اللي هم تفرزهم الباسيلاري ديزنتري، وهذا بيقول لي ان اكستريملي بوتنت، يعني البوتنشال باور للتوكسين هذا قوي جدا، وهو سايتوتوكسين ذات انهبيت بروتين سينثيسيس. لما احنا بنقول سايتوتوكسين، سايتوتوكسين يعني هو سام للخلايا. طب ليش سام للخلايا؟ لان هو بيمنع تكوين البروتينات داخل هذه الخلايا. طبعا الخلايا لا يمكن انها تستغني عن هذه العمليه تكوين البروتينات، وبالتالي الامر فعلا هو بيكون سايتوتوكسين سام للخلايا. طيب الاكسبيرمنتال انفكشن اوف ريسس مونكي بالشيجيلا ديزنتري 1 وشيجيلا توكسين نيجاتيف ميوتانت suggests that this cytotoxin causes capillary destruction and focal hemorrhage
ذات اكسسيف ريت ديزنتري. هم سووا تجربه، جابوا مونكيز، ريسس مونكيز، وحقنوها بالشاجيلا ديزنتري 1 اللي هي فعلا ريال باثوجينيك بكتيريا، وحقنوا اخرين قرود اخرين ب شيكا توكسينز لكن ميوتيتد. مش عند المونكيز اللي تم اصابتها بالشاجيلا ديزنتري 1 صار في عندهم السايتوتوكسينز، تم افراز السايتوتوكسينز، وصار في عندنا كابيلاري ديستراكشن وفوكال هيموريج اللي هو نزيف في بؤر معينه نتيجه اللي هو الكابيلاري ديستراكشن. وطبعا هذا الكلام بيزيد من اللي هو بيزود من سوء الحاله اللي هي بتاعت الديزنتري. وبالاضافه الى حاله الديزنتري، لما نقول حاله الديزنتري يعني احنا بنقول نزول دم ومخاط مع البراز، لكن في حاله الموجود الشيكاتوكسين صار في عندنا بالاضافه الى ما ذكرناه اللي هو كابيلاري ديستراكشن وفوكال هيموريج اضافه الى اعراض الباسيلاري ديزنتري. ما هذا معناته، طيب ايش استفدنا من هذه التجربه؟ استفدنا من هذه التجربه انه لما انه الشيكاتوكسين هو المسؤول عن الكلام هذا. ليش؟ لانه لما حقنا القرود بالشيكاتوكسين نيجاتيف ميوتنت، يعني البكتيريا اللي هي ما معناته لقينا القرود ما بيصيرش معها الحاله اللي هي كابيلاري ديستراكشن والفوكال هيموراج، وبالتالي هذه معناته استدل على انه فعلا الشيكاتوكسين هو المسؤول على الكلام هذا. لاحظوا انه كمان الانتيرو هيموراجيك شريشا كولاي اللي هي او 157 اتش، بعد حكينا الكلام هذا قبل هيك ايش يعني الكلام هذا السيروتايب. هذه البكتيريا تشبه الى حد كبير التوكسينز بتلاقيها مع اللي هو الشيجا توكسين، واحنا ذكرنا الكلام في محاضرات الشريشيا كلها. بالنسبه للدايجنوزز، الدايجنوزز احنا بنشوف البيشنت بريزنتنج وذ ووتر دايريا. الووتر دايريا بيكون اسهال حاد اقرب الى الصفه المائيه السائله منها الى الفورم البراز الفورم and fever وفي حمى should be suspected of having shigellosis. طبعا الكلام هذا بخلينا نشك انه shigellosis، لكن مش بالضروره تكون shigellosis. ليش؟ لانه في العديد من الباثوجينيك الاخرى هي بتشارك الشيجيلا في الاعراض اللي هي الدياريه والفوميتنج والفيفر، اللي هي زي السالمونيلا اللي هنا زي السالمونيلا والانتيروكولايتيكا والانتاميبا هيستوليتيكا والكامبيلوباكتر وما الى ذلك. وبالتالي ما لا يكفي ان نقول والله انا عندي دايريا وفي عندي فيفر معناته هذه شايجلوزيس، لا، بدك تتاكد بفحوصات مداعمه انه هي الاصابه فعلا شايجلوزيس ولا اصابه ببكتيريا او انتاميبا هيستوليتيكا. في هنا بحكي لي حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها بخصوص التفريق ما بين الديزنتري اللي سببه انتاميبا هيستوليتيكا والديزنتري اللي سببها الشيجيلا. الان بالنسبه للاعراض الخارجيه الظاهره للانسان في الحالتين، يعني في حاله الاصابه الانتاميبا هيستوليتيكا او في حاله الاصابه بالشيجيلوزيس، في التنتين حيكون عندي ديزنتري، يعني نزول دم ومخاط مع البراز. طيب الان كيف بيتم التفريق ما بينهما من الشكل الخارجي قبل ما نحكي عن اللي هو المعمل والاجراءات المخبريه؟ بقول لي هنا although blood is common in stools of patient with amebiasis it is usually dark brown. وهذه ملاحظه مهمه، الدم بيكون لونه دارك براون، لونه بني غامق rather than bright red في حاله الشيجيلا. في حاله الشيجيلا لون الدم في البراز بيكون برايت ريد، ولون الدم في حاله الانتاميبا بيكون دارك براون. طيب هذا ايش معناته؟ ايش بدل هذا الكلام؟ معناته الكلام انه الدم اللي نزل من القناه الهضميه في حاله الانتاميبا كان في مناطق بعيده عن الـ المستقيم، واللي سبب الدارك براون العصارات اخذ وقت وهو ماشي في القناه الهضميه، والعصارات الهاضمه للطعام حولت اللون الاحمر الى البرايت الى اللون الدارك براون. هذا الكلام الدارك براون معناته انه الدم وصل لي من مناطق بعيده في القناه الهضميه مش مناطق قريبه من فتحه الشرج. طيب بالنسبه للبرايت ريد معناته الدم ما تاثر بالعصارات الهاضمه، ولما بيكون البرايت ريد لسه الدم بلونه الطبيعي معناته الدم
خرج من مناطق قريبة من فتحة الشرج زي المستقيم مثلا، وبهيك احنا بنقدر نعرف انه هل الاصابة هذه الشيجيلا ولا انتاميبا، لان احنا تو حكينا قلنا انه الباسيلاري ديزنتري في حالة الشيجيلوزيس بتكون هي تصيب مين؟ تصيب المنطقة اللي هي حكينا عنها هذه، اللي هي منطقة الالتقاء ما بين الريكتم وما بين السيجمويد. فهذه المنطقة الدم لما بيطلع من هنا بيكون قريب من فتحة الشرج، وبالتالي ما لا يحدث تغيير على اللون، وبالتالي بلاقي اللون احمر برايت. اما الاصابة بالانتاميبا في المناطق الامعاء الرفيعة ويمشي رحلة طويلة من المسار تبعه وهو يتعرض للانزيمات الهضمة، فسيتحول لون الدم من الاحمر البرايت الى الدارك براون، وبالتالي لون الدم انا بعرف من لون الدم اذا كان الدم خرج من مناطق بعيده عن فتحه الشرج او قريبه من فتحه الشرج، وهذا مهم جدا للتفريق. هذا طبعا بالاضافه الى اللي هو التفريق ما بين هون في الفحوصات المخبريه، لكن هذا مبدئيا. طيب هذه شغله يعني للتفريق مهمه جدا انك انت تكون عارفها. بالنسبه للفحوصات الميكروسكوبيه في كمان فحوصات ميكروسكوبيه بتفرق، قال لك ميكروسكوبيك examination of stool smears from patient with amebiasis should reveal erythropagocytic trophozoites in the absence of polymorphonucleocytes. في حاله الاصابه بالانتاميبا عشان نقول عنها انتاميبا يجب انه الاقي الخلايا الانتاميبا، طبعا هي وحيده الخلايا، خلايا الانتاميبا في داخلها كرات دم حمراء. ليش؟ لانه هي تتغذى على كرات الدم الحمراء، الانتاميبا تتغذى على كرات الدم الحمراء. طبعا هذا يتطلب منك انك انت تفحص البراز فريش، ما تستناش عليه. في كثير من الناس اللي بيشتغلوا في المختبرات الطبيه بيغلطوا، وهذا خطا شائع بينهم، انه هم ما بيقدروش يفرقوا ما بين الخلايا الانتاميبا وما بين خلايا الكرات الدم البيضاء، لان هم متشابهين في الشكل. الاساس في التفريق ما بينهما عشان احنا نكون متاكدين انه هي فعلا انتاميبا هيستوليتيكا، لازم الاقي ادور على خلايا انتاميبا وبتكون متحركه اذا كانت العينه فريش وداخلها كرات دم حمراء في الفاكيولز اللي هي هاضمه لها، وما بيكونش في البراز الكرات دم بيضاء كثيره اللي هي البوليمورفونيوكلير اللي هي اللي لها عديده الانبيه. لكن العكس تماما بالنسبه للباسيلر ديزنتري، طبعا ما فيش عندنا يعني انتاميبا وما فيش فاجوسايت بيتم الخلايا الكرات الدم الحمراء، فبلاقي في الباسيلر ديزنتري انه كميه الكرات الدم البيضاء كبيره جدا جدا بخلاف الاصابه بالانتاميبا السيرينيكا. يبقى لما انا بفحص براز لعينه ديزنتري اتطلع على شكل البراز وشوف لون الدم، هل هو برايت ريد ولا دارك براون؟ هذه نقطة. النقطة الثانية طلع تحت الميكروسكوب والعينة تكون فريش، ويا ريت انك انت تدفي الشريحة كمان باللهب القداحة كده خفيف على اساس تدفي العينة وتطلع على انتاميبا هيستوليتيكا اذا كانت موجودة وفي داخلها كرات دم حمراء وقليل من الكرات الدم البيضاء. اما في حالة الديزنتري هتلاقي كمية هائلة من كرات الدم البيضاء، وطبعا ما فيش عندك خلايا انتاميبا، وبالتالي كده انت بتفرق في المختبر ما بين الاصابتين. هذا كمان بالاضافه الى انه هناخد في المعمل ان شاء الله كيف نفرق بين وجود الشيجيلا في البراز بواسطه اللي هو السلكتيف ميديا الخاص بالشيجيلا. طيب نيجي للابراتوري نكمل الفحوصات. بيقول لي اولترو كلينيكال ساينز may evoke suspicious of shigellosis. الأعراض طبعا من ضمن التشخيص، يعني الأعراض هي جزء من التشخيص. Diagnosis is dependent upon isolation and identification shigella from feces. طبعا احنا بتضل الأعراض المصاحبة للمريض هذه مهمة، شكل البراز مهم، وجود كرات دم بيضاء مهم، الانتاميبا افتش عليها اذا كانت موجوده مهم، لكن بضل اللي هو عزل الشيجيلا على الصحون الزراعيه المتخصصه لنمو الشيجيلا، هذا طبعا هو الاهم والفيصل في الموضوع. فاذا كان عندي بوزيتيف كلتشر ار موست اوفن اوبتين فروم بلاد تينج بلاجز اوف ميوكاس ان فريشلي باست ستول سبيسمن اوبتين ديورينج اكيوت فيز اوف ديزيز. لما انا بدي اخذ عينه براز من مريض مصاب بالديزنتري
باخدش من الماده البرازيه نفسها، انا باخد من ماده الميوكس روحش للماده البرازيه. ليش؟ لانه الباسيلس او الشيجيلا بكتيريا بتكون اكثر شيء موجوده في وين؟ موجوده في الماده المخاطيه المصاحبه للدم. فانت بتاخد ضروري تاخد فريش بلاد، ما تاخدش دم قديم. يعني المريض يجيب العينه عندك في المختبر في الكونتينر المناسب، وبتاخد مباشره اول ما تحصل عليها بتاخد وبتزرع على الاوساط البكتيريه اللي احنا هنقول عليها هالجيت. ما تاخدش من الماده البرازيه، خد من المخاط المصاحب او المخلوط بالدم. طيب الايزوليشن اوف شيجيلا ان كلينيكال لابوراتوري تيبيكال انفولف ان انيشال ستريب اوف ايزوليشن اون ديفرنشال سيلكتيف ميديا. طبعا انت بتاخد البراز وبتعزله وبتفرده على العينه او السامبل منه بالواير لوب، وبتفرده على الصحون اللي هي ديفرنشال وسيلكتيف ميديا الخاصه ب اللي هو الشيشه كولاي والسالمونيلا. طيب بالنسبه للاوساط الزراعيه اللي بنستخدمها اللي هي ديفرنشال وسيلكتيف ميديا للشيجيلا والسالمونيلا، انا بستخدم الماكونكي اجار وهيكتون انتريك اجار والسالمونيلا شيجيلا اجار او اس اس اجار. هذول الثلاث ميديات او ثلاث انواع من الميديات هي اللي انا بستخدمها لتشخيص وعزل الشيجيلا. سلايد اجلوتينيشن تيست وذ انتي سيرا فور سيرو جروبينج اند سيرو تايب كونفاين اند ايدنتيفيكيشن. برضه ما ننساش ان احنا بنقدر نستخدم السلايد اجلوتينيشن تيست وذ انتي سيرا. يعني ايش يعني؟ يعني انت بتاخد الدم من المريض وبتحط عليه، طبعا المفروض يكون في انتي بوديز، وبكون في عندك انت شاري من الشركه اللي هو الانتيجينز اللي هي خاصه بالبكتيريا الشيجيلا، وبتشوف اذا كان في اجلوتينيشن. اذا كان في اجلوتينيشن معناته الانتي بوديز اللي انت اخذتها من المريض ارتبطت مع الشيجيلا انتيجينز اللي انت شريتها، معناته اذا كان في اجلوتينيشن معناته الانتي بوديز موجوده، واللي انتج هذه الانتي بوديز هو وجود الانتيجينز للشيجيلا، معناته الشيجيلا موجوده، وهذا بيعمل كونفرميشن للفحوصات السابقه للذكر اللي احنا حكيناها. بالنسبه للكالتشر قلنا انه احنا الاي ام بي والماكونكي والسيلكتيف ميديا زي الهيكتون انتريك اجار والزيلوز لايزين ديوكسيكوليت اجار والسلمونيلا شيجيلا اجار، كل هذول سيلكتيف ديفرنشال ميديا which suppress other enterobacteriaceae and gram positive bacteria، طبعا لان هم خاصين بالشيجيلا وخصوصا اللي هو الاي ام بي والزيلوز لايزين ديوكسيكوليت اجار. بالنسبه للهيكتون انتريك اجار هذا فحص مهم جدا بيفرق ما بين السلمونيلا والشيجيلا، وهو سبيسيفيك يعني هو ديفرنشال وسيلكتيف. سيلكتيف لانه بس بتنوا عليه السلمونيلا والشيجيلا، ديفرنشال هو بيفرق بين السلمونيلا والشيجيلا. الان هو سيلكتيف اند ديفرنشال ميديا برايمري يوز تو ريكفر سلمونيلا اند شيجيلا، هو بس اللي بينمو عليه السلمونيلا والشيجيلا، باقي الانواع بنموش، عشان هيك احنا قلنا عنه سيلكتيف. طيب الشيجيلا والسلمونيلا كل واحده بتظهر بلون مختلف، عشان هيك احنا قلنا عنه ديفرنشال. بنزرع على من البيشنت سبيسمن على هذه الصحون اللي هي الهيكتون انتريك اجار، وبنشوف شكل الكورنيز اللي هي بتطلع معنا. بيقول هنا البليتس كونتين فيريس شوجر سورسز. الفكره لهذا الوسط انه هو موجود في اللاكتوز وموجود في السكروز والساليسين، هذول الشوجرز اللي موجوده اللاكتوز والسكروز والساليسين. طيب none of which can be used either by either شيجيلا or سلمونيلا. الفكره وين؟ الفكره انه لما انت بتحط السكاكر هذه لا السلمونيلا ولا الشيجيلا بيقدر يعمل لها اوتلايزيشن، يعني ما بيقدرش يعمل لها فرمنتيشن، وهذا المقصود من هذا الكلام. طيب لكن however the media also include ديبتون which can be used as carbon source. الان البكتيريا عشان تنمو في اي وسط هي بتحتاج من ضمن احتياجاتها الاساسيه بدها كربون سورس، مصدر كربوني. طيب الان السكاكر اللي انت حطيتها هي مصدر كربون للبكتيريا، لكن السلمونيلا والشيجيلا لا تستطيع انها هي تستفيد من اللاكتوز ولا السكروز ولا الساليسين. طيب الان هي محتاجه مصدر كربون وهي لا تستطيع انها تستفيد من هذول الاشياء لغياب الانزيمات المحطمه لهم، فبتقوم انت بتحط لهم ديبتون، الديبتون يعتبر مصدر كربون، وبالتالي بالنسبه للسلمونيلا والشيجيلا ما فيش الا البيبتون كمصدر وحيد للكربون. طيب
since most bacteria can utilize sugar, معظم بكتيريا انتيروبكتيريسي ممكن ان هي تستفيد من هذول الثلاثه شوجرز، لكن الا السالمونيلا والشيجيلا. واستخدام البكتيريا الثانيه لهذه السكاكر هو عمليه مفضله على البكتون، مفضله على البكتون، يعني اذا حضر البكتون وحضر الكربوهيدرات البكتيريا اللي بتعمل فرمنتيشن لهذه الكربوهيدرات هي تفضل هذا المسار عن مسار البكتون. طيب الان these interesting bacteria acidify the medium اللي هي البكتيريا اللي بتكسر هذه السكاكر تعمل فرمنتيشن، وطبعا احنا عارفين الفرمنتيشن بيحول الوسط الى حامضي، وبالتالي في هذا الدار هيتحول اليلو الانديكيتور يلو اور ريد اللي بتغير لون اللي هو البي اتش. طيب طب هذا بالنسبه للبكتيريا اللي هو انتيروبكتيريسي الموجوده في البراز اللي هي غير السلمونيلا والشيجيلا. طب ماذا عن السلمونيلا والشيجيلا؟ السلمونيلا والشيجيلا قلنا لا تستطيع الاستفاده من هذه الكربوهيدرات، ما فيش قدامها الا البكتون. اذا البكتون ميتابوليزم باي شيجيلا والسلمونيلا الكرايز ذا ميديوم. الان اللي بيصير مع السلمونيلا والشيجيلا انه هي تضطر انها تستفيد من البكتون، لكن ان استفادتها وتكسيرها للبكتون سينتج عنه ان الوسط يتحول الى القاعدي وليس الى الحامضي نتيجه ايش؟ تكسير الاحماض وبالتالي الكربوهيدرات. وبالتالي هنا البي اتش اللي هيتحول الى اللون البلو. في حاله ما يكون البكتيريا عملت فرمنتيشن للسكاكر هيتحول اللون الى يلو او ريد، وفي حاله الوسط صار عندنا الوسط قاعدي هيتحول الوسط الى ازرق، وبالتالي اللون الازرق معناته تم استهلاك البكتون، اللون الاحمر او الاصفر معناته تم استهلاك الكربوهيدرات، واحنا عارفين انه السلمونيلا والشيجيلا لا يمكن ان تستهلك الكربوهيدرات، فاذا وجدت اللون الازرق معناته اما بتكون البكتيريا هذه سلمونيلا او بتكون شيجيلا، بدليل انه ظهر عندي اللون الازرق الذي يدل على وجود الوسط القاعدي الذي يدل على تكسير البكتون، والبكتون اتكسر مع انه وجود الكربوهيدرات موجود، لكن هذه البكتيريا لا تستطيع السلمونيلا والشيجيلا لا تستطيع تكسير الكربوهيدرات فاضطرت انها تروح تكسر البكتون. طيب الان السلمونيلا والشيجيلا ظهروا عندي في الوسط اللون ازرق، طبعا انا بدي افرق ما بين الشيجيلا والسلمونيلا. قال لك البريزنس اوف ثايوسلفيت، في عندي انا ثايوسلفيت موجود في الوسط، والثايوسلفيت هذا برودوس بلاك بريسيبيتيت في وجود الاتش 2 اس. في وجود غاز الاتش 2 اس الثايوسلفيت يتحول الى اللون الاسود. طيب اللون شيجيلا which does not produce اتش 2 اس appear as green colonies. الان الشيجيلا لا تستطيع انتاج الاتش 2 اس، وبالتالي الكولونيز اللي بتطلع عندنا هي بتطلع كولونيز جرين كولونيز او بلو كولونيز حسب يعني السبيشيز، لكن السالمونيلا تستطيع انتاج الاتش 2 اس. فلما تنتج الاتش 2 اس السالمونيلا مع الثايوسلفيت اللي هنا مع الثايوسلفيت هيصير لون الكولونيز على مخدة اللون الاسود، وبالتالي السالمونيلا على هذا الوسط السالمونيلا على هذا الوسط ستكون الكولونز تبعتها لونها اسود، والشيجيلا هيكون لونها جرين او يلو. الان في المنظر هذا امامي هذا الوسط هو نفسه، هذا الوسط هيكتون انتريك ادار، فالوسط هو نفسه. لاحظ هنا السالمونيلا اخذت الكولونز اللون الاسود نتيجه انتاجها للاتش 2 اس مع الثايوسلفيت صار في عندي لون اسود، والشريشه الشيجيلا ما فيش انتاج للاتش 2 اس فظهرت عندنا اللي هو الكولونيز اللي هو الشفافه ماخذه نفس لون الوسط اللي هي مزروعه عليه. طبعا بنلاحظ انه ما فيش وجود للبكتيريات الثانيه لانه هي سيلكتيف ميديا ونتيجه الفايل سولت وما الى ذلك، وما فيش انواع اخرى بتثني لون احمر او لون اصفر نتيجه انه دل ذلك على انه الكربوهيدرات ما تمش استهلاكها لانه فقط الموجود هو سلمونيلا او شيجيلا. طبعا المزروع هنا هي ايزوليت كولونيز او بيور كولونيز من السلمونيلا وهنا من الشيجيلا. فهذا الفكره تبعت اللي هو الهيكتون انتريك اجار، وهذا من الميديات الممتازه جدا في تشخيص هذه الامور. بالنسبه للكالتشر على الماكونكي طبعا هي كالر ليس لانه هي نان لاكتوز فيرمنتر، على الزيلوز لايزين ديكسيكوليت كولونز ابير بينكش تو ريدش، وهذا هنحكيه في المعمل ان شاء الله في وقته. والهيكتون انتريت اجار حكينا ايش قصته، على تي اس اي اي
هي كي على ايه، وقلنا ليش كي على ايه؟ لانه هي نمط فيرمنتر، وبالتالي على اعلى التست تيوب حيكون لون احمر، وفي القاع لانه هي جلوكوز فيرمنتر بدين اللون الاصفر. فكده بتكون انت الامور يعني صارت واضحه. الباقي الفحوصات طبعا اكسيدياز نيجاتيف، نون لاكتوز فيرمنتر، اليورياز نيجاتيف، الاندور نيجاتيف، السيتريت اتلايزيشن نيجاتيف، والموتيليتي نون موتايل. هذا يعني بالنسبه للشيجيلا، وان شاء الله نستكمل في محاضرات قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.